نحيي السلطة الأمريكية. في أول كلمة له وزيرا للدفاع صدقي صبحي يشيد بأداء الداخلية ويقول إن قادة الجيش خاطروا بأرواحهم. وكل القادة شالوا يعني أكفانهم على أيديهم، وكل ضباط القوات المسلحة ضباط الصف والصناع والجنود. انسحاب الدفاع عن مرشد الإخوان وخمسين آخرين في قضية غرفة رابعة احتجاجا على هيئة المحكمة. قوات الأمن تشتبك مع مظاهرات طلابية في عين شمس وأسيوط والعاشر من رمضان. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الجزيرة مباشر مصر. في أول كلمة له بعد توليه منصب وزير الدفاع أشاد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بأداء قوات الجيش والشرطة في مواجهة ما وصفها بالعناصر الإرهابية في سيناء ومختلف المحافظات. وخلال لقائه عددا من قادة وضباط وضباط الصف في مسرح الجلاء قال صبحي إن العالم كله يتابع ما يجري في سيناء وإن الجيش والشرطة أصبح شيئا واحدا. احنا برضو من هنا بنوجه تحية عظيمة جدا لأبطال الشرطة المدنية على اللي بيأدوه وعلى مستوى الغير عادي اللي رعوله بمنتهى الثقة، فنحيي الشرطة المدنية. متابعة أعمال الناس اللي بتتم في سيناء اللي كل يوم بتابعها كلنا كجيش وكمصريين شرفاء وطنيين بيتابعوا ابطالهم بيعملوا ايه في سيناء وفي كل محافظات مصر اللي فيها مداهمات، كلنا بنتابع بمنتهى الاهتمام والشغف ايه اللي بيتم، ومش احنا بس، لا ده كل دول العالم بتتابع اخبار الابطال بتوعنا بيعملوا ايه في سيناء. والابطال بتوعنا اعني بيهم الاثنين، لان الاثنين بقوا حاجه واحده، الجيش والشرطه، ما بنشتغلش لوحدنا، بنشتغل مع بعض الاثنين. ووجه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي التحية لوزير الدفاع المستقيل المشير عبد الفتاح السيسي لما وصفها بوقفته العظيمة عندما حمل هو وقادة القوات المسلحة أكفانهم على أيديهم. خلونا كده يعني نحيي البطل العظيم المقدام المشير عبد الفتاح السيسي. اللي وقف وقفة عظيمة جدا جدا عشان بلده الحبيبة مصر وشعبه الأصيل مصر. أي نعم القيادة العامة كلها وكل القادة شالوا يعني أكفانهم على أيديهم، وكل ضباط القوات المسلحة ضباط الصف والصناع والجنود كله شال روحه على أيديه لغاية دلوقتي وهنستمر. لابد أن نستمر أو تستمر القوات المسلحة بانضباطها العالي اللي وصلت ليه و بأنها على قلب رجل واحد إلى ما شاء الله. وينضم إلينا في الاستوديو للتعليق على هذا الموضوع دكتور ثروت نافع عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس الشورى السابق. دكتور ثروت، هذه أول كلمة لوزير الدفاع الجديد، ما لفتك في هذه الكلمة؟ كلمة أساسية وهي شرطنة الجيش. يعني لأول مرة يحدث في مصر اللي هو بيقوله السيد وزير الدفاع ان الجيش والشرطة يبقوا ايد واحدة. وفي يعني في التعريف وفي المحافل الدولية الجيش والشرطة عمرهم ما كانوا ايد واحدة، عمرهم ما كانوا حاجة واحدة. يعني في الولايات المتحدة الامريكية لما حصل اعصار كاترينا وكانت مصيبة على امريكا في ذلك التوقيت، وحصل لوتينج اللي هو يعني ناس بتخش وبتسرق سلب ونهب والناس بتسرق، نزلوا حاجة اسمها الناشونال جارد وتبقى حاجة ان بتوين بين الشرطة وبين الجيش، ناس يعني متطوعة بتتدرب تدريب معين. مش الجنرال في وسط المدينة وهي غرقانة مية وفيها حرامية وما إلى ذلك، وشاف واحد من جنوده رفع البندقية بتاعته لفوق كده قال له put it down you are in front of an American citizen، يعني قال له نزل فوهة سلاحك أنت أمام مواطن أمريكي. اللي بيكلم ضابط الجيش بيقول له اوعى ترفع سلاحك وانت جوه امريكا، هكذا تكون طيب الجيوش. هذه كارثه طبيعيه، ولكن يعني هناك وقائع ودلائل اثبتت ان بالفعل هناك من يستهدف
الجيش والشرطة وربما منشآت أخرى بأعمال تصفها الشرطة والدولة بالإرهابية، وتم القبض على عديد من هذه العناصر وعديد من الأدوات والمتفجرات. احنا ما شفناش حد اتقبض عليه، كل الناس اللي اتقبض عليها بنسمع قصص ملفقه ومش عارف شريط ومش عارف واحد لقى معاه شريط كاسيت، حاجات كده غريبه ما حصلتش في العصر الحديث يعني. في عرب شركس مثلا. لا يا فندم، هو لما يقبض على حد، احنا بنتكلم دلوقتي تداخل الجيش في الامن الداخلي، الجيش ما يتدخلش في الامن الداخلي، الجيش يحمي الحدود، لو حد يعني قرب من الحدود اهلا وسهلا، لو بيحارب بؤر على الحدود اهلا وسهلا، انما ان الجيش يبقى موجود داخل في العاصمه سيناء. وداخل في سيناء اهلا وسهلا، بس يحدد لنا مين؟ ما هو سياسته دي بقى لها 30 40 سنه جوه سيناء ما جابتش اي نتيجه، المفروض يبقى في سياسه، في سياسه وفي تدخل عسكري، والسياسه قبل التدخل العسكري، والسياسه دي بقى زي ما قلنا قبل كده تنمويه وما الى ذلك، مش عايزين نخش في تفاصيلها، لكن انا اللي يهمني هنا هو موضوع شرطنه الجيش، انك بتخلق من مؤسسه القوات المسلحه الى شرطه عسكريه داخل البلد، وان الجيش هو اللي بيشرطن وهو الشرطة المسؤولة عن البلد وهو المسؤولة عن العناصر الإجرامية في البلد، وده كلام خطير جدا. واللي قاله ليه ست كلام خطير؟ لان يا فندم خلاص انت غيرت من عقيدة الجيش. هو اكد ان عقيدة الجيش لم تتغير، ما هو يؤكد بس الفعل بيعمل حاجة تانية، يعني انت عقيدة الجيش بتاعك ان انت بتصوب سلاحك ناحية العدو خارج بلدك، عشان كده جبت لك المثل بتاع امريكا، السلاح بيصوب خارج البلد، اول ما تصوبه داخل البلد وتليبل الناس بقى باللي يختلف معايا ده ارهابي مش ارهابي، انا حر بقى هقتل زي ما انا عايز واقول عليه ارهابي وبيقرا وبيقول الابطال بتوعنا واللي شايف ابطالنا، طب انا ممكن لما مش شايفه بطل ابقى شايفه مثلا جندي عادي، ابقى انا ارهابي او ابقى انا راجل خاين، يعني هيبتدوا هم اللي يحطوا مصطلحات وهم اللي يدوك سكوك الوطنيه، وده خطير جدا. الجيش ملوش دعوه بالكلام ده ولا يتدخل داخل محيط البلد، الجيش يبقى على الحدود. أثناء وجود أو أثناء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كيف كان تعاملكم مع هذا الملف؟ اللي هو سينا ولا الجيش؟ الجيش والشرطة والفصل. لا لا لا، كان في فصل طبعا تام، وكان الجيش بيقوم بعمل احترافي في ذلك التوقيت، وكنا سعداء بأنه هو بدأ يعمل مشاريع خاصة به وبه ومركز في العمليات العسكرية وفي التدريبات بتاعه، أنا كنت سعيد جدا في الفكرة دي بغض النظر أن احنا كنا عايزين إصلاح بقى مؤسسي. بس الجيش كان متدخل، كان موجود. لا لم يكن من خلف الستار بقى، من خلف الستار ده كان شيء تاني، يعني كان في أيادي بقى يعني مخابراتية. تدخل الجيش في السياسة في مصر لم يتوقف حتى يعني من ايام ثوره 25 يناير وما بعدها. الجيش ما سابش السياسه، ده انا متفق معاك فيه تماما، لما انت بتكلمني في حقبه البرلمان، احنا لم نرى هذا تدخله في السياسه قدامنا، كان في بيعمل حاجات من مع الاعلام بيرتب ورق مع سياسيين عشان يعمل طيب. منهم معارضه، دي قصه تانية خالص نقدر نتكلم فيها، ونقدر نقول ان احنا كنا عايزين تعديل وتطهير لجميع المؤسسات، لكن انا دلوقتي بتكلم في وجوده كشرطي داخل البلد. تمام. في مواجهته طيب فيما للمصريين. يتعلق بتصريح وزير الدفاع عن أن العالم يراقب ما يحدث في سيناء، والله العالم بيراقب ما يحدث في مصر ويسخر، يعني مش بيراقب ما يحدث في سيناء، هو بيسخر من اللي بيحدث في مصر، لأنه انقلاب على أول ديمقراطية تحدث في مصر والجيش عمال. بس اليوم في بريطانيا وزير رئيس الوزراء البريطاني قال أن هناك تحقيقات بشأن دور جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا على خلفية الأحداث التي حدثت في مصر ومنها مقتل 3 بريطانيين في سيناء. لا، هو كل نجيله معلومات عن طريق مخابرات مصرية لازم يقول الكلام ده، وده كلام سياسي طبيعي جدا، يعني أنا مخابرات بلد بتقول لي أنا عندي ناس أنا يعني ألا هذا يثبت مسألة أن العالم بالفعل يراقب وربما يتحفز لما يحدث في سيناء؟ لا لا لا، العالم بيراقب سيناء عشان خاطر إسرائيل، ده من زمان، يعني اي حاجه بتحدث في سيناء لان اسرائيل هي اللي بتتدخل دوليا، فالعالم عايز يشوف ايه اللي بيحصل في سيناء، ده شيء من زمان، وانا اعتقد ان عمليه يعني عدم وجود تنميه في سيناء دي عمليه مقصوده على اللونج ران وخطيره جدا وليها حلقات ممكن بقى نتكلم فيها بعد كده، لكن يراقب ما يحدث في سيناء، طبعا هيراقب ما يحدث في سيناء، لكن بيراقبه باي شكل وباي موضوعيه، وهل يصدق ما يحدث؟ يعني في بؤر، في بؤر ارهابيه، من المسؤول عن هذا؟ هو ده السؤال، من المسؤول عن من كان مسؤول عن سيناء لمدة 40 سنة؟ وكيف نشأت هذه البؤر؟ وازاي محمد دحلان يطلع يقول انا ليا ناس جوه سيناء؟ هذه البؤر لم تنشط الا بعد عزل الرئيس لم يكن صحيحا، ايام كبير. مبارك كان موجود. لا يا فندم، هي كل الحكاية ان انت بقى عندك اعلام متبعدة. لا لا لا، ايام بقى عندك اعلام بيركز على حاجات معينة دلوقتي، انما ايام مبارك وقبل مبارك يعني اول ما بدات كامب ديفيد ما كانش في حاجه، كان لسه سنه وسنتين وبناخد حتت في سيناء، من بعد ما دخل مبارك والغاز وبعد ما بدات القصه بدا يحصل جماعات داخل سيناء،
وبدأنا نشوف قتل جوه سيناء، وبدأنا نشوف تفجيرات في سيناء وفي شرم الشيخ حتى وفي طابة، وبدأنا نشوف إن في عمليات ما إحنا لا نعلم عنها شيء، كان في تغطية إعلامية كثيرة بتحصل، إلا لو حصل انفجار كبير أوي يضر السياح وما إلى ذلك. إنما وقبل مرسي وأيام المجلس العسكري حصل الضرب، وأول ما جه مرسي حصل الضرب. سيناء ملف كبير جدا ومتداخل طيب. ومتشعب، والمسؤول عنه القوات المسلحة. العودة لهذه النقطة تحديدا، وأن العالم يراقب سيناء كما قال وزير الدفاع، والربط بينها وبين تصريحات ديفيد كاميرون، هل لذلك أي تداعيات مستقبلية على جماعة الإخوان في الخارج؟ لا، هو أي حد هيوصل له ملف من حكومة بتقول له أنا عندي ناس أنا بتهمهم أو بحطهم كمتهمين في قتل مواطنيك، هيقول أنا عايز أراقب وأتابع التحقيقات دي اللي احنا بنقول عليه تدخل اجنبي. لا، ده طبيعي، لان الناس بتحترم مواطنيها، فهو عنده 3 مواطنين قتلوا، وبعدين الحكومه بتاعت البلد دي بتقول له انا عندي جماعه اسمها كذا عايزه تلبسها في جماعه الاخوان المسلمين عشان تاخد تعاطف دولي. لكن هم ما بياخدوش بالكلام دوت، هم في الاخر عايزين يشوفوا العداله مشيت ازاي، وايه خطوات القانونيه اللي اتخذت، واذا كان مشكوك فيها ولا لا. ما مش اي واحد يطلع دلوقتي بيتهم اي حد بانه ارهابي ويدخله السجن، احنا السجن دلوقتي كله اساتذه ودكاتره في الجامعه. شكرا جزيلا دكتور ثروت نافع، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع في مجلس الشورى.